مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم رانا في وهران، حبينا نشوفوا وشنو هي الحاجه اللي ما يتفهموش عليها ويدوسوا عليها بزاف الازواج الجزائريين. ما نطولش عليكم، تابعوا معنا. وشنو هي الحاجه اللي ما تتفاهمش عليها بزاف انت والزوج؟ زعما ديفيرون في حاجات هي كثريه على المصروف، بزاف مشاكل، خطره نقولوا الراجل مليح خطره نقولوا المراه مليحه، دي فوا مصروف، دي فوا على الدراري، دي فوا تضربها انا ما نبغيش نضربها هي ما تبغيش، فاهم؟ في بعض الاحيان تنابسوا انا والمراه من اجل كيفيه تربيه الابناء. ممكن الانسان يتلاقى في حياته زوجة عنيفة في التربية وهو يكون لين، ولا العكس هو يكون لين هو يكون عنيف وزوجته تكون حنينة. هي في هذه في كثير من الأمور الأحيان تكون النزاعات من أجل هذا الأمر. هذا مشاكل بين الزوجين والتدخل الأم في المشاكل الزوجية. دي فوا نكون عيان جاي من خدمة، عيان مرة زعما تبغي تهضر معايا وانا نقول لها راني عيان، تقلق غير الفطور خويا مين ما ديريش فطور تمتم تتقلق، من نجي داخل الدار تحط لي فطوري تفوت لي نص ساعه شويه. مساله الخروج من المنزل، يعني المراه كي تبدا تخرج بزاف الراجل ما يبغيش. لا جالوزي، تغيري منه بزاف شي، لا هو يغير بزاف. سي سا هو يغير واي تولوا تداوسوا بزاف. وي كيف يغير مدام؟ يغير باسكو ما كاش الخرجات، ما خاش ما تروحيش هاك، ما تشوفي ما تهدريش لهذا، ما تهدري ما يشوفش لا ميتي باغ اكزومبل دون الميتي. باغ اكزومبل انا باغ اكزومبل نخدم في الميديكال، لو كان باغ اكزومبل يشوفني نهضر مع ميدسان وانا انفيرمي ولا يغير بزاف. دابزو الصوالح هكا مصروف المصروف هي تصرف، اعطيها دراهم باش ما تقول لك لا ما خاصني لا ما خاصنيش. ما دراهمك اللي تجيبهم تعطيهم لها؟ تعطيهم لها خويا باش ما يصاوبلكش مشاكل. ماكش مشاكل، باغي تيفيتي المشاكل اعطيها الدراهم. ولو كان ما تعطيلهاش دراهم؟ خويا باك تصوتك واش تعطيلها ما يكفيهاش؟ ما كاش حاجه ما تكفيكش خويا، بيان سور لاق لك بالاورو وما تسلكش هنايا. انت تصرف تشوف صوالح في الدار، لا زيد هادي جيب هادي، راك فاهم؟ ودروك الدعوه راهي غاليه، الدعوه دروك ماهيش كيما بكري. خطرت غير على الاولاد، باغ اكزومبل نعطيك انا غير على الاولاد. تربية الأولاد. بارك الله فيك. الولد يبغي يزقي في الدار، البو يدخل عيان باغ اكزومبل يسكت ولده، الأم ما تبغيش، ما تزقيليش على ولدي، ما تخربليش في ولدي، تحس حاسبه غير هي اللي ولدته. باينه هذه غير على الدراري برك. تدوسوا على الدراري بزاف. الدراري برك هذاك ما كان. كيفاش؟ مشاكل تاع الدراري. خيانة الخداع. يعني تدوسوا بزاف على هذا المشكل. على هذا المشكل. كيفاش هو خداع؟ هو اللي يخدع رجع كاع يخدع توسويس. كيف توسويس؟ تكون مرا موسوسه بزاف، غير تشم فيك شويه ريحه تقول لك علاه، تقول لك خرج عليا وبات برا، ونسى تاع بكري ماشي كيما تاع دروك. يعني مرتك دوكا لو كانت تدخل للدار تشم فيك كاش ريحه ولا يصرى مشكل كبير، تلفت روحها وتروح تقول لك روح بات برا ما تدورش بيا كاع. يعني يا انت تريح يا هي تروح. يا هي تروح، لا دروك دروك الناس انت تروح برا وهي تقعد في الدار. ونسى تاع بكري تعجنهم هالو تاع دروك كاع ما يصوروش وحده تاع بكري. المشاكل تكون بين المراه والراجل، ما تحتاجش كاع كيفاش تجي. سوا كاين لي فو بروبليم هما اللي واعرين، ولي بروبليم نورمال صديق قضيه كومبورتمون، صديق كل واحد كيتفاهم مع المراه تاعها. صراحه مرتي ما نداوش معاها ونموت عليها. جامي في حياتك ملي تزوجت داوست معاها؟ جامي. مصروف. تداوسوا بزاف على المصروف. بزاف ولا هكا تنقريش تعب زوز ولا نقول لها شدي ولادك. Sur l'éducation des enfants, et par exemple sur les responsabilités et tout ça, le partage des responsabilités, voilà, c'est surtout ça, l'éducation des enfants. Ou le masrof plus, qui m'a dit le masrof, le jour. Le masrof, t'as qu'à l'ébène que le jour, ma chère. Un jour. Tu vois la vie, comment elle est grande. Mais il ne peut pas offrir ce qu'il y a pour les enfants. Il ne peut pas offrir, c'est normal. Mais il ne peut pas offrir, c'est normal. Je suis très bien pour les enfants. المساله لان الوقت هذا دروك راه صعيب. علاش تداوس على جال الاولاد مثلا؟ دروك الجينيراسيون هذا الجيل هذا عنده تربيه واحده اخرى وفهمه واحده اخرى
والمرأة ما تكونش دائما مطالعة على الأحوال اللي راها في الخارج خارج البيت. لازم الزوجة تسمح من حقها والراجل يسمح من حقه ويكون الاحترام بيناتهم، هذه هي باش تملى حياتها.